أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا، وهذا اللقاء مع دكتورة إيناس سعيد، وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية. أهلا بسعادتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة إيناس، لو تحدثنا عن كلية التربية للطفولة المبكرة، ماذا نقول في قطاع هام وحيوي، وهو قطاع يعني شؤون التعليم والطلاب؟ في الحقيقة إن كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنوفية ولدت من رحم كلية عريقة وهي كلية التربية. ظللنا لسنوات طويلة ككيان داخل هذه الكلية قسم أو أحد أقسامها، ثم منذ عام ونصف تقريبا تم انفصال هذه الكلية من رحم كلية التربية، وأصبح هناك كيان كما يردد ويشاع ويردده الجميع أنه كيان بدأ ولد عملاقا. كلية التربية للطفولة المبكرة يعني هي طموح وحلم لكثير من أسرنا المصرية وتحديدا في جامعة المنوفية. بحب أخاطب الأسر أو الأسرة المنوفية وأقول إن دلوقتي بقى فيه كلية بتقدر تتبنى إعداد من يقوم على أمر تربية طفل ما قبل المدرسة، معلمة متخصصة في أكتر من برنامج، معلم طالما حلمنا كثيرا في محافظة المنوفية أن تكون هناك المعلمة التي تتعهد طفلنا بالرعاية والاهتمام منذ ولادته. معلمة أتمكن أو أستطيع أنا كولي أمر أن ألجأ لها في كل صغيرة وكبيرة تخص الطفل منذ الميلاد. فأصبح هذا الكيان كلية التربية للطفولة المبكرة ده مكان بدأ بلائحة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة. وفي الحقيقة هي كلائحة بتقسم العمل داخل الكلية لأربع برامج: برنامج إعداد معلمة رياض الأطفال، وده برنامج بتدخله الطالبة وبتتخصص في التعامل مع طفل مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي من 4 إلى 6 سنوات. بتستطيع خريجة هذه أو هذا البرنامج أن تكون متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الأطفال في مدارس الابتدائية وخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة لجميع الأطفال المنتسبين لهذا القطاع الكبير. البرنامج الثاني اللي هو برنامج إعداد معلمي الحضانة، وده يعتبر البرنامج الأول داخل محافظة المنوفية، بيخرج لي معلمة مؤهلة للتعامل مع طفل الحضانة. كما بتنص اللائحة إن طفل الحضانة اللي المعلمة بتعد على أساسه هو الطفل من 2 إلى 4 سنوات. المعلمة بيكون مكانها الأساسي عندما تتخرج ويتم دخولها سوق العمل داخل حضانات وزارة التضامن الاجتماعي. وهنا في الحقيقة دي حلت لنا إشكالية كبيرة إحنا كلنا كمتخصصين بنعاني منها، إنها بدأت إن أنا أدخل معلم متخصص ومؤهل داخل هذا النوع من الحضانات. سابقا كان هناك شكوى كبيرة من الأمهات والآباء أن من يدير هذه الحضانات في كثير من الأوقات هو في حد مش متخصص، حد ما تعلمش ولا دخل مؤسسة اتعلم فيها ما هي مرحلة الحضانة، ربما يروج أو ينمي عند الأطفال معلومات خاطئة. مدير الحضانات ومعلمي الحضانات نتيجة لأن دول أنا لما جيت عينتهم بدون إعداد وبدون تخصص وبدون مؤهل كانت بعض رجال الأعمال، بعض من يرغب في اختراق هذا العمل كان سهل نظرا لعدم وجود المتخصصين ان هو يخترق هذا المجال. وده منتشر وبالتالي للأسف يعني. وده منتشر للاسف. بنجاهد كثيرا في ان احنا يعني نقف قدام لما بنوصل لحاجه من خلال الكليه ومن خلال زملائنا داخل الكليه المتخصصين ان احنا ننزل ندوات، ان احنا ننزل قوافل تربويه، نبدأ ننمي وعي أولياء الأمور والأطفال والعاملين بهذه المؤسسة
لترويج مصطلحات وترويج أفكار سليمة، خاصة إن من إن الموجودين داخل هذا الصرح الصغير هم أطفال في مرحلة البناء. ما أقوم بزراعته عندهم عند هؤلاء الأطفال، هم دول كمان 20 سنة هم دول اللي هيكونوا شباب وشابات يقود مصر، المجتمع ويقود البلد. هم دول اللي هيقودوا البلد. فلازم أنا هنا أبقى بزرع زرع صحيح حتى أجني ثمار طيبة. وهنا بأكد من خلال عملي أنا كوكيل لهذا القطاع إن ده من أهم البرامج اللي أنا بأدعو بناتي جوه الكلية للالتحاق بيها. ليه؟ علشان أحل مثل هذه المشكلات اللي بدأنا نسمع عن تكرارها داخل المجتمع المحلي. وهنا بدعو الآباء لأن إحنا نبدأ نغير ثقافتنا. معلمة دور الحضانة هي المعلمة الأكثر ثقة في نفسها، هي المعلمة الأكثر مجموعة في الثانوية العامة، هي المجموعة اللي تقدر تتعامل مع طفل هو من الميلاد وحتى 4 سنوات. لازم نغير ثقافتنا إن معلمة الحضانة هي المعلمة اللي ما لحقتش غيرها من البرامج. البرنامج الثالث، وده برنامج يعني تقريبا كل قياداتنا بتؤكد عليها، تبني الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. دول ظللنا لسنوات طويلة لا نجد من يرعاهم ويكونوا متخصصين. ظللنا لسنوات طويلة يا أمور نقفل على أولادنا جوا بيوتنا، نقول الطفل صاحب الإعاقة طفل لا يراه أحد، طفل هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، على حد قول كثير من أولياء الأمور غير الواعيين. لا، الطفل ذوي الإعاقة والطفل صاحب الإبداع والطفل صاحب الموهبة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. مش بيتبقى معانا آخر برنامج اللي هو برنامج اللغة الإنجليزية، اللي هو إن أنا بعد معلم لمدارس اللغات، سواء كانت بقى لغات رسمية أو لغات خاصة. وده يعتبر أيضا إضافة جديدة في صرح جامعة المنوفية في كلية التربية للطفولة المبكرة.